معاه. راني 20 عام ولا 30 عام وليدي وانا معاه، وانا نصادي معاه وليدي في الفلوس وفي عمري نتكركب ونتقعد وفي بكل شيء. داك الطفل ما بغاش يدار علينا، حلف هو قال لك تنقتلكم نقتلكم. ايوا كي غدا نديه. ايوا هالحالات هما تشوفوا فيها. عشنا مع وليدي في داك، من يطيب الماكله ما ناكلهاش. بعد يدير لي داك الشيء نخليها ونوض. ندير شي حوايج نخليها ونوض. ما مقصرش عليا بزاف بزاف، راه شي 20 عام هادي. مني كان واحد خويا كان رئيس في الجامعة ومعايا وقف معايا وقال لي هذا الطفل ما لقيت لي حل، قال لي ما مريضش يا وليد ونخليه يحط من الموطور ويمشي يدخل لواحد البيت ونتسلى انا ونخرج برا. حتى مني يدير داك الشيء ويكمل عاد يخرج عاد يرجع ليها هداك، نخليها انا ونزيد بحالي. هاك الطفل الرباط وليدي عاد بنتي الله جابتني بنتي في الطوموبيل. الله جينا بعد مشات لينا الخبار ركبنا وجينا، واش غنديروا وليدي؟ الله اللي بغى لينا بحال كيوك، انا راه بداري ومخليه الدار، انا خارجه عامين خارجه في العيد الكبير، العيد الكبير والعيد الكبير. عمرنا ما عيدنا في دار. والخبر نزل لك الصاعقه كما تيقولوا. السيد من لا فاميلي، العائله. ومن بعد صلاه العشاء دخلت باش تعشاو الناس، فاذا به جاتنا الخبر بان راه حسن كذا كذا راه قتل بواه. جيت انايا هنايا عينت الحاله ديالو، لقيته مسكين مكرفس بزاف على ما اظن، كان تيرفس كان تيشتف عليه، مكرفس مهرس من دراعو اليسري، وفايت كان داير واحد العمليه على الرمانه ديالو مسكين تكرفست حتى هي صدرو. اللي جيت لقيته انا ميت على حسب ما يقال، انه ما ماتش في البلاصه في الوقت اللي كانت يعتدي عليه الابن ديالو. ملي سمعت البنت ديالو بانه الغوات والصداع جات كتجري مسكينه هنايا، زاتو داتو عند هي لحظات وتوفى. بالنسبه للحاله النفسيه ديالو تيعاني من امراض نفسيه على ما يبدو لنا انه يمر، ولكن الاعتداء كيكون غير من طرف هذا الشخص هذا، غير على الوالدين ديالو، على الام ديالو وعلى الاب ديالو فقط. سبق لي استعتدى عليه؟ نعم تيعتدي عليهم ديما، والام ديالو راها ما ساكناش هنايا، خارجه من يعني حجره الدار على قبله هو. والابن ديالو اللي هو خالتي هو عبد الاخوه الكبير دابا قال لي 16 سنه وحنايا هربنا من الدار، هو اللي جرى علينا من الدار. دابا راهم باركين غير عند خواتاتهم هنايا، الدار هذه ديال مريم اختهم الله يرحمها، الدار اللي هي راه هذه العيشه هي اللي حضرات ليه حتى توفى. فاش حضرت ليه كان مازال على قيد الحياه؟ نعم كان باقي حي. هو اللي قال لها شكون اللي قتلو؟ هي قالت ليه، قال ليها راه كان كيضرب فيا حسن، هو اللي كان تيضرب. قبل ما يموت قال لي هذا الكلام هذا، ما مزوج ما والو، وباقي شاب تقريبا عنده تكون عنده ديك 33 عام. نعم كان حاط الفطور ديالو. نعم ودخلت وشفت داك الشيء ديالو مسكين، ملي توفى وصاي مسكين، لدرجة أن التمر ديالو المسمان وداك الشيء كلشي باقي فوق الطابلة ديالو. شباب غنوجه أول حاجة للخطباء والمصلحين أنهم يديروا خدمتهم، يوعيوا الشباب لأن الظاهرة كثرات بزاف، ظاهرة ديال عقوق الوالدين، وخاصة أن الشباب ما بقاوش كيلقاو الملاجئ فين يتكونوا فين يترباو، لأن الشباب دابا معظم الشباب دابا الله المستعان انحراف. راك عارف الانسان ملي تيمشي للمخدرات وتيمشي للمسائل اللي تتبعدوا الله سبحانه وتعالى كتكون النتائج وخيمه، وهي كما كتشوفوا دابا السبب ديال هذا الشيء شنو هو؟ المخدرات. يرحم الوالدين. في وقت الواقعه خويا انا ملي جيت ما كان مع حتى شي حد، ما نظنش انا كان مع شي حد، لانه كان مع شي حد ما غيوصلش هذا. كان مع شي واحد ما غاديش يخليه يوصل لهذا. هذا هو اللي كاين. اللي المهم انا ملي جيت انايا سولت الابنه ديالو هي عائشة راه بتخالي قالت لي راه الله المستعان. قبل المغادرة
لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.